عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله. صراحة من أجمل الأسابيع اللي رجعوا فيها أشياء ليميتد صراحة، لا تفوتكم الأشياء بتشوفونها الآن صراحة. أنا شفتها شيكت عليها قبل ما نزل الفيديو صراحة، من ضمنها ستيرية، عرفت ستيرية؟ هبوريكم يعني الحين أشياء لا تتفوت، ومن ضمنها بوت الله يكرمكم، ومن ضمنها أشياء كثيرة هبوريكم يعني الحين. بسم الله، نبدأ بالقبعات ليميتد هنا. طبعا القبعات فقط نزل القبعة هذه، وأيضا جميلة صراحة. أنا لفترة ما نزل صوت فيديو أفضل، بس اليوم نغير. شوف هذه حلوة حلوة مرة، شفتوا كانها جد تعبانة والحاجة زي كذا تشوفونها. هذه رجعوها طبعا، هذه فقط في القبعات يعني، بس هذه رجعوها حاليا ليميتد. طبعا عندكم الأكوات أيضا، الكوت فيه وينه اي هذا هو ايضا، والله حلو ترى حلو جدا. وفيه حاجه فري منه بس ما ادري، هذا فري، تشوفون الكوت هذا فري، اللي هو اللون البني كذا، ما ادري كيف لونه. وايضا انا شاري قبل، شوفوا هنا شاري منه اشياء، ما خلي شيء الاشياء، هذا فري من هذا هو فري. خلصنا من الكوت صح، ما عليها تخفيضات الاكوات صح. طيب وفي اشياء بتشوفونها الحين، والله ترجعون تلعبون اللعبه. شوفوا هنا البانشو هذا، شوفوا كيف هذا مهم مجاني عليه ليميتد، شوفوا رهيب 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 مره. شوفوا اللون الابيض، انا ماخذ اللون الابيض عشان يتناسب مع اللبس الابيض عندي. شوفوا هنا، شوفوا بسته جولد، بس تراها رهيب. شوفوا الوانها كيف جميله جدا صراحه. طيب في عليه تخفيضات شيء؟ لا. طيب نشوف الشيرت، ما ادري الشيرت عليها شيء، والله ما ادري، انا مشي قبل شوي، يمكن عليها تخفيضات ولا ما عليها شيء. لا التيشيرتات ما عليها شيء، خلينا نشوف. لا هذا التيشيرت يعتبر تيشيرت؟ اي هذا التيشيرتات عليها تخفيض هذا فقط، هذا يعتبر تيشيرت ولا اي؟ شوفوا هذا هو اللي هو وايد كولر شيرت، هذا هو، هذا اول واحد مجاني اللي لونه رمادي هذا، تشوفونه حلو والله. شوفوا انا شاري منه ايش، شاري من هذا اللي زي كانه زي السويدي او حاجه زي كذا. شوفوا هنا اشياء حلوه فيه صراحه، تشوفون اشياء جميله. شوفوا شاري من الازرق والاخضر، اي شيء ليمت يعني، اي شيء نادر اشتريه انا. شوفوا الحين هذا اول واحد ترى مجاني، الشيرت هذا اول واحد مجاني. طيب خلصنا من التيشيرتات، نروح للفيست، هي صح فيست اي. طيب شوفوا عندكم هنا شيء اسطوري الحين بتشوفونه، طبعا هذه تخفيضات ما عليها، ما في شيء بس تخفيض، هذه ايضا تخفيضات كلها، تشوفون عليها تخفيضات، بس تخفيضات على الفيست يعني، ما في اي شيء جديد بس عليها تخفيضات. طيب شوفوا الان هذه شو اسمها، هذه كورسيتس. شوفوا الشيء الاسطوري اللي انا شاريه كامل، شوفوا هذا هو، شفتوا هذه عرفتوها اللي هي تشامبلس كورسيت اسمها اعتقد. شوفوا هذه لا تفوتونها يعني، هذه يمكن من يوم نزلت يمكن هذه ثالث مره يرجعونها. شوفوا انا، شوفوا هذه عرفتوها، شوفوا هذه معروفه، هذه رهيبه مره، شوفوا بالذات اللون الاحمر، وفيه لون احمر ثاني ايضا، شوفوه هنا تشوفون كيف، هذا دائما ياخذون اللاعبين كلها شاريها. انا والله ما ادري كم سعرها، اعتقد انها بجولد، بس صراحه انا شاريها كلها شاريها، شفتوا كيف. هذه من الاشياء الجميله اللي نزلت في اللعبه، هذا النادره هذه الحين تشوفون. طيب ركزوا عليها وحاولوا تشترون منها لو ثلاث الوان لونين. طيب هذه عليها شيء، ذي شو اسمها، هذه تنانير صح، نشوف هذه ما عليها شيء ايضا. طيب وش بعد، السراويل اكيد عليها شيء، نشوف. غريبه، ما في شيء، معقوله والله ما في شيء عليها الا هذا انا ايضا الظاهر، ايوه شفتوا، اتوقع اول لون هذا اتوقع انه مجاني، ممكن هو عليه صفر حاجه، صفر دولار اي. شوفوا انا شاري هذا، ممكن مجاني بس خلينا نجرب نشوف يمكن في شيء ثاني غيره. طبعا ايوه هذا اللون الازرق فري طبعا.
حلو حلو لا بأس فيه، خصوصا الشكل الأزرق هذا حلو، وهذا وأيضا فيه هذا المخطط مربعات يعني حلو صراحة، فاستغلوه وجمعوا منه لبس مجاني. شوفهم كيف مش فيه هنا. اي طيب الحين نروح لوين؟ نروح للبوت الله يكرمكم. بسم الله. الأبوات هذه أنا شاريها كلها بس ما عليها شيء أعتقد. نشوف نشوف الاكسسوارات عليها شيء أكيد أكيد أكيد. أيوة هذا البوت هذا هو تشوفونه يعني ها ها حليه، مو بذاك الزود بس والله بجولد، بس أنا ما مو بذاك مو بذاك الدرجة أتوقع. ها وينه؟ شوف اللي ها اللون البني، اللون البني منه فري طبعا، هذا تشوفونه فري حلو حلو لا بس فيه، وبجولد واحد بس صراحة أنا أشوف إنه عادي جدا البوت للأمانة. طيب الاكسسوارات في شيء؟ شوف الآن بسم الله نشوف اللي هو السراويل الطويلة مع هذه. طيب أنا يمديني أمشي لفة واحدة بس أبيكم تشوفون علشان تتأكدون بس. طيب شوف هنا ما في أي شيء. طيب ما يحتاج نرجع ثاني مرة. هنا شوفوا هذه الباندانا بس ما أدري هي موجودة من أول، المشكلة إني شاريها كلها تشوفون ما نخلي شيء. ما أدري ممكن المجانية يمكن اللون الرمادي أو الأسود ممكن، والله ما أدري صراحة. شوفوا شاريها أغلبها شاريها صراحة، أنا أستغل الأشياء هذه للأمانة. والله باثنين جولد حتى ناسي اصلا كم هيبه. يعني انا مو طالع عندي الفري بس شوفوا انتم عاد ممكن الفري في ممكن يا هذا يا الرمادي يا الاسود ممكن اتوقع. طيب وش بقى عندنا هنا؟ نشوف. طيب نشوف هنا خلاص اعتقد ما في شيء، خلاص خلصنا من الملابس الان وهذا اهم شيء عشان ما يكون الفيديو طويل وبس. ويعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.